مساء الخير عن جديد، وصلنا لحكي ميديا ومعنا يارا. آسيا طبيعي صار لك يارا آسيا خلصتها يارا هون برر لك شو ما يطلع أي غلطة. آسيا من أمام، آسيا من خلفك، ويارا من أمامي طبيعي. مساء الخير، مساء الخير لك أيهم، مساء الخير أيضا لك آسيا، وبدي مسي على مشاهدينا. وصلنا لفقرة حكي ميديا وهي رصد لأبرز ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي على الصعيد السوري والعربي. البداية اليوم من هذا المقطع الذي تم تناوله يوم أمس، والحقيقة هو قديم جديد. أسف على التعود على قول هذا الكلام، ولكنه فعلا كان مشهد مكرر الفترة الماضية. أطفال من مناطق خارجة عن سيطرة النظام أو من أماكن سيطرة النظام، بالإضافة لمناطق سيطرة قسد وتنظيم الدولة وغيرها. أطفال ليسوا أطفالا، يتم زجهم بالعسكرة والسياسة التي هي أبعد ما يكون عن الطفولة والبراءة. رح نشوف هذا الفيديو اللي حاولت فيه دمج مقطعين معا لفهم الصورة المقصودة بشكل أوضح، وبعدها بنرجع للنقاش. يا راية الحرية، يا شعلة القضية، تموجي على ذرة السهول والجبال. البعث نحن، البعث نحن، الدرب والنضال. هذا المشهد أعادنا لاستذكار جيل شباب هتلر، حيث كان يتم تربيتهم لأربع سنوات بعد سن العاشرة. حتى لو لم يصلوا إلى الدرجة الوطنية الاشتراكية تماما، يرسلون إلى خدمات العمل ليتم تمهيدهم لمدة 6 أو 7 أشهر، وبعدها تعتني القوات الألمانية المسلحة بالحالة الاجتماعية. من العشرينات فصاعدا، استهدف أعضاء الحزب النازي الشباب الألمان كجمهور خاص لدعاياتهم، وأكدت هذه الدعايات على أن الحزب هو حركة شباب حيوي وقوي ومتفائل وأمل أيضا. وانضم الملايين من الشباب الألمان إلى النازية عبر المدارس والكثير من النشاطات اللامنهجية. في كانون الثاني أو يناير عام 1933، كان عدد أعضاء شباب هتلر يبلغ تقريبا 50,000 فقط، لكن في نهاية العام زاد عدد الأعضاء وبلغ 2 مليون من الشباب. سنة 1936 بلغت عضوية الشباب في العضوية في شباب هتلر 5.4 مليون، قبل أن تصبح إجبارية ب 1939، إذ منعت السلطات الألمانية منظمات أخرى للشباب قد تكون منافسة لها. خلونا نشوف سوا. And what of Spain itself? This year 35,000 people took part in the festivity of the race at Burgos. A review by General Franco, a study in light and shade. A grim reminder of how the youth of Spain marches in the valley of the shadow of death. And here we present a comparison in... للأسف الأرشيف قديم كتير ولكنه يتكرر الآن. كما نلاحظ توحيد ملامح الجيلين باختلاف الزمان والمكان، لكن التربية الإيديولوجية اللي بتشوه الطفولة من النازية إلى الأسدية للأسف موجودة لهلا. رح نشوف بعض التعليقات على الفيديو الأول يلي عرضناه، اللي قيل إنه من مخيم الهول. طبعا أنا المقطع الأول اللي شفناه، الكليب الأول، هو لفيديوهين، فيديو من مناطق النظام وهو قديم، وفيديو أيضا من مخيم الهول. وفي ناس كانت عم تشكك
بصحة هذا الخبر ولكنه أيضا انتشر كتير وتحققت من صحته. رح نشوف بعض التعليقات على هذا الموضوع. علي العثمان عم بيقول الخبر أكيد، والقماشة بالأصل هي عباية لأحد النساء تبرعت بها وتم الكتابة عليها ورفعها، رفعها طفل وإجوا عناصر قسد نزلوها ودعسوا عليها وضربوا هون للأطفال بالرصاص ورفعوا مكانها علم قسد. في ناس اعترفوا على الطفل وأكل قتل من قسد لحتى داخ، وتم ضرب بعض النساء لأنهم دافعوا عن الطفل من شدة الضرب اللي أكله. نشوف أيضا تعليق. المصعب عم بيقول أين كان حراس المخيم عندما تم رفع هذا العلم؟ السارية مرتفعة، ربما يستحيل على طفل أن يصعد عليها، والأهم بالموضوع أن هؤلاء الأطفال أحد ضحايا داعش، فلماذا يتم شيطنتهم من قبل قسد بهذه الطريقة؟ هدول التعليقات حبيت أخذهم ورح أحكي أكثر عن هذا الموضوع نظرا لأهميته طبعا بهذا الوقت. معي عبر الهاتف الصحفي محمد حسان، مساء الخير لإلك. مساء النور يا هلا. بالبداية محمد، أنا شفت بعض التعليقات كانت عم تقول إنه راحت جيلين ثلاثة لقدام ليرجع الوضع طبيعي، شو تعليقك على هذا الموضوع؟ طبيعي، يعني في كل حالات الصراع وحارات حالات الحروب راح يكون في 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 ضحايا بشرية على المستوى، يعني مستوى الضحية بشكل بمفهومها العام، وأجيال تدفع أيضا ضحايا أخرى هي ممكن ما يكون مصيرها الموت او القتل، ولكن تكون الضحايا، يعني الخساره المعنويه. نحن الان في سوريا يعني نعيش الحالتين، يعني الخساره الماديه بحاله المذبحه الحاصله بسوريا، في خساره الماديه اللي نتعرض لها بشكل يومي سواء على النظام، الميليشيات المسانده له، الجماعات الاسلاميه المتطرفه الموجوده بالداخل السوري، ايضا هناك ايضا يقابلها خساره معنويه لهذا الجيل اللي عم يحاول كل طرف من اطراف الصراع انه ياخذ جيل الاطفال ويدخله لمطبخ الايديولوجيه ويزرع فيه افكاره، تحضيرا يعني تحضيرا لهم لزجهم بالصراع في فترات مستقبليه. صحيح. محمد، اذا بدنا نحكي عن خصوصيه مخيم الهول، يعني كثير سمعنا عن قصص صارت بهذا المخيم، خصوصا انه هلا قسد هي المسيطر الاقوى، ولكن مثل ما شفنا انه حتى قسد ما عم تتركهم بحالهم، يعني وقت اللي الطفل عم بيحاول يكون متطرف بالنسبه لداعش ايضا قسد عم تحاول تطرفه، يعني ما في حل وسط، يا قسد يا تنظيم الدوله. تماما بالضبط. انا حابب بس اعطيك لمحه بسيطه عن مخيم الهول قبل ما اخذ فيها التفصيل. مخيم الهول تاسس عام 1991، اسست المفوضيه الساميه لحقوق الانسان بغرض استقبال لاجئين من العراق، لكن ب 2016 تم افتتاحه من قبل الاداره الذاتيه لاستقبال النازحين او اللاجئين الهربانين من مناطق سيطره تنظيم داعش. بعد ما بلشت العمليه العسكريه بمناطق على مناطق الرقه ومناطق شرق الفرات، بلش المخيم يستقبل اعداد كبيره من النازحين المدنيين الهربانين من المعارك او هربانين من بطش تنظيم داعش لفتره معينه. بعدها بلش المخيم يستقبل عائلات ومقاتلي تنظيم داعش المنسحبين او اللي استسلموا باخر جيوب التنظيم بالباغوز ومناطق يعني اقصى شرق دير الزور. طبعا المخيم يحوي الان ما يقارب 73,000 نسمة، 90% منهم من النساء واطفال، ما يقارب 30,000 سوري، 29,000 تقريبا من يعني ينتسبون ل 62 دوله، غالبيتهم هم عناصر او عائلات مقاتلي تنظيم داعش، اضافه لقرابه 10,000 شخص عراقي. نعم. طب اذا بدنا نرجع شوي للفيديو الاول لمناطق النظام ومدارس البعث، الى اي مدى يتحمل النظام مسؤوليه بتشويه الطفوله من خلال منظمه طلائع البعث سابقا ولليوم؟ النظام يتحمل كامل المسؤولية. القضية يعني تجاوزت قضية يعني الشعارات أو التربية الأيديولوجية اللي تبعها النظام، أو قضية يعني زراعة أفكار الخاصة داخل الأطفال. يعني احنا كل يوم عم نشوف صور جديدة عم تطلع من مناطق النظام، آخرها كانت صور تدريب أطفال لا يتجاوز أعمارهم
الرابعة عشر على 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 السلاح يعني داخل المدارس وفي المجتمعات التربوية. النظام عم يحاول يزرع بالأطفال إنه قضية السلاح هو قضية أو هو فضيلة من فضائل المجتمع صحيح. اللي إحنا عايشين للأسف محمد يعني للأسف إنه هذا الفيديو اللي شفناه اليوم هو فيديو حديث يعني إذا بدنا نرجع للشيء القديم بتلاقي هلأ ناس شباب يعني كبار بالعمر ولكن للأسف التربية قديش كانت صعبة بهديك الفترة بتلاقيهم بس يسمعوا أي شيء له علاقة بخطاب بعث أو غنية طلائع باللا شعور تبعهم بيوقفوا بينصتوا بيسمعوا بكل بيتحفزوا يعني للأسف بقى هلا جيل بالضبط بالضبط هي 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 نتائج التربية اللي أو زراعة الأفكار اللي تم حشوها أو تم تلقينها سواء كانت في بقضية المدارس أو داخل مجتمعاتنا المحلية أو حتى يعني بالأنشطة الترفيهية اللي كانت تقوم فيها المدارس يعني كان كل هاي الأنشطة تصب بقضية إنه زراعة أفكار معينة. هذا الموضوع يعني هو موضوع تاريخي كل جهة عم تيجي عم تحاول تزرع هاي الأفكار بنفس الطرق. نحن بسوريا المشكلة عندنا كنا بطرف واحد ولكن ما بعد عام 2011 يعني دخلت كثير أطراف بالوضع السوري وكل طرف عم يحاول يزرع أفكاره والأيديولوجيا الخاصة فيه. طبعا وأكبر فئة مستهدفة من كل أطراف الصراع اللي موجودة حاليا هي فئة الأطفال لأنه في ميزات يعني تجذب هاي الجماعات تجاه هؤلاء الأطفال مثل قضية المرونة الهشاشة الفكرية قضايا الاستيعاب بيمتصوا أي شيء القدرة على الانصياع سواء بالترغيب أو بالترهيب خفة الحركة القابلية العالية لتنفيذ الأوامر والميزة الأبرز اللي هي أنه سهولة زرع الأفكار داخل هاي العقول يعني عقول الأطفال يعني أي مسلح قدامه للأسف عم بيشوفوه بطل بعمر صغير للأسف. إذا بدنا نحكي شوي بفكرة كتير مهمة اللي هي أطفال سوريا بالخارج ماذا عنهم؟ فينا نعمل مقارنة صغيرة بين الجيلين الجيل اللي عم يربى بسوريا والجيل الخارج سوريا؟ هل هؤلاء أطفال سوريون والبسوريا أيضا سوريون؟ طبعا حقيقة يعني الأطفال السوريين اللي خرجوا من سوريا يعني ممكن نقول عنهم أنهم ناجين من الأذى المادي أو الأذى الجسدي يعني صاروا في مناطق يعني آمنة بعيدا عن آلات القتل اللي عم تصير بسوريا لكن الأذى النفسي لا زال موجود يعني القضية يعني بصراحة يعني أغلب هؤلاء الأطفال يعني عاشوا تجارب يعني مأساوية سواء بقضية القصف الدمار قتل العائلات يعني في أطفال قتل أهلهم قدام عينهم في شافوا يعني مشاهد للموت متكررة. طبعا هم ليسوا ناجين بشكل كبير بحاجة إعادة تأهيل. طبعا بدول اللي عم يلجؤوا فيها للأسف يعني ما كل هاي الدول عم تقدم هاي الميزة هي إعادة دمج الأطفال أو إعادة تأهيلهم لمحاولة يعني صحيح يعني حتى إزالة الآثار الارتدادية اللي صابتهم نتيجة صحيح. مشاهد الحرب والموت للأسف يعني صحيح. أكبر نسبة أطفال هي موجودة بدول جوار سوريا جوار صحيح. على الشريط الحدودي وما عم يتم صحيح محمد أنا بدي أقول بذات السياق بدي أقول لك أنه حتى الطفل اللي تغرب واللي صار هلأ خارج سوريا منوع هو طفل إما بتركيا أو مثل ما ذكرت بدول الجوار لبنان أو الأردن وكل منهم إلى وضع خاص وعم بينشأ ببيئة معينة للأسف يعني نتمنى يجي يوم من الأيام نقدر نقول إنه فعلا أطفال سوريا عاشوا طفولة أو رح يعيشوا طفولة. بدنا نشكرك كتير وقت فقرة انتهى الصحفي محمد حسان شكرا كتير لإلك. إلى موضوعنا الآخر هو يمكن مرتبط بشيء كان فقرتنا الأساسية لمبارح مع آسيا وأيهم عن موضوع الظروف السوريين الجديدة بتركيا. صارت شغلة هي شوي يمكن تكون كوميدية ولكن هي عن جد حقيقية وعن جد الناس عم تستعملها. جروبات واتساب بدأت عم تتشكل هي الجروبات بعد الحملة الأخيرة والقرارات من قبل الحكومة التركية تجاه السوريين وترحيل من لا يملك كملك أو يملك كملك لغير ولاية. بلشت الناس
استحطاط من خلال هاي الجروبات. رح نشوفها سوا ونقرأ شو بقلب هاي الجروبات. مثلا هون جروب تجمع سوريين بأسنلر، منشوف كتير جروبات، في جروب لأفجلار، جروب لفاتح مثلا، كل منطقة عملت جروب وجمعت السوريين اللي بتعرفهم فيه وبلشوا ينبهوا بعض انه اللي معه إذن سفر وين يمرق، إذا هذا الطريق موجود فيه بوليس أو لا، فعم بيدلوا بعضهم شلون يمرقوا حتى الشرطة ما تمسكون. طبعا هذا الفيديو اللي انتشر يمكن امبارح انتم تناولتوا هذا الموضوع بشكل موسع، الشرطة اللي كانت عم تفوت على سكن شبابي وتاخذ شباب ما معهم كملك، نشوف انه فعلا يلا يا شباب ناموا صبح عندكم ركض تماما. في يعني السوري ما بيقدر ما حتى يعمل كوميديا سوداء، حتى لما بيكون هو المصاب بيصير بيعمل هاي القصص، بس انا حبيت انه نوع عليهم، نتمنى فعلا انه يكونوا بخير، يعني ما يضطر اي سوري انه يترحل او لا سمح الله، يعني ان شاء الله. موضوعنا الاخير ايضا طريف، هو عن جروبات الفيسبوك هالمره، لاوقات بتكون خاصه ودخولها يتطلب كسر السد المنيع التي تحيط بهذه الجروبات الخاصه. فمثلا نشاهد هذا الجروب، انتشرت هي الصوره كثير بالفتره الاخيره على على الفيسبوك، حالات اسمه الجروب تبع الفيسبوك حالات واتساب للبنات فقط، فبتحطي انت كل هدول بدك تمليهم لحتى تقدري تدخلي على الموضوع. اذا انت بنت، إذا كنتي بنت حلفي إنك بنت، بعدها أهلا وسهلا نورتينا، بتقدري تكتبي الوصف إلى ما هنالك، ما هو سبب انضمامك للجروب؟ انضمامك؟ إيه انضمامك. هو بصراحة لفت لي نظري لأنه كتير ناس شاركت هاي الصورة، عملت لها سكرين شوت وحطت دوائر حول الشيء المضحك والمريب إنه حلفي إنك بنت. ف طبعا ما بعرف اذا في تعليقات على هذا الموضوع، يعني هي الاشياء المتاحه اي حدا في يعمل جروب، اي حدا في يعمل تماما. لا وحقيقه يعني هلا بدي اسالكم انتم قديش بتامنوا بمصداقيه هي المواضيع لما بتفوتوا على جروب؟ صراحه اذا ما كان جروب كتير كتير فيه اشخاص يعني اكاديميين او اشخاص معروفين ما يعني تماما أكيد لا. هو لازم الجروب يكون فيه له فائده، يعني جروب واتساب او حتى فيسبوك لازم يكون فيه خدمات، يكون فيه شيء مهم تماما، مثل ما قلتي خدمات او معلومه يقدم او معلومه يعني. على الاقل صحيح. على فكره يعني اغلب المواد اللي نحن ممكن نستعملها بالحكي ميديا او بنيو ميديا هي مواد من جروبات لناس فعلا مثل ما ذكرت اسيا، في مصادر حقيقيه للمعلومات على الاقل. رح نشوف بعض التعليقات. دعاء عم تقول لا تنسي رقمك الوطني اللي على الهويه ونمره رجلك وفوتي برجلك اليمين الله يرضى عليكي. شوف ايضا تعليق اخير يمكن. ليانا عم تقول قالوا للكذاب حليف. هذا كان آخر تعليق وكان آخر أيضا موضوع لليوم. أتمنى تكون فقرتي ما كانت مملة معكم. وقت انتهى، تزوروني بكرة بنفس التوقيت. شكرا يارا. مشاهدينا متابعين معكم بعد هالفاصل.